شكرا لعبد الله العمده. مشاهدينا الكرام نتواصل شوطنا الثاني عشر للقعدان المهجنات الاصائل لسن الاذاع والمسافه هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع مشاهدينا الكرام ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط. نذهب الى المقدمه الى الصداره من ينطلق مشاهدينا الكرام وياتي بهذا المسار والانطلاق الشبل. هنا تعود الملكيه لعبد الله بن سيف بن شوط الخيلي يقدم لنا الشبل. هو من ياتي الشبل مع مقدمه الشوط مع المركز الاول. المركز الثاني يلي مباشره هملول فيصل بن عبد الله الفهيد المري من يقدم لنا هملول مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وار الوصول مشاهدينا الكرام من السيف حمدان بن محمد بن حمد العامري يقدم لنا السيف وياتي مع المركز الثالث. رابع المراكز مشاهدينا الكرام تقدم في هذه اللحظات وغير مباشرة مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين أحمد بن سعيد بن بخيت الراشدي من ياتي مع المركز الرابع. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وراء الحنيش صقر من عوض بن فلاقي الكتبي من يقدم الحنيش مع المركز الخامس. سادس المراكز غيار ياتي بن حمد بن علي بالسم المنصوري. المركز السابع الهدار علي بن حمد بن محمد المري يقدم الهدار مع المركز السادس. وفي سابع المراكز مشاهدينا الكرام من وصل في هذه اللحظات ورافق الهدار مع هذا الانطلاق والمسار ياتي اللي هو مشاهدينا الكرام شاهين مسلم بن سعيد بن حمد المنصوري. انتقل الى المركز الثامن ورا من يتقدم مياس عبد الله بن علي بن مخيت النيادي. نشوف اللي في المركز التاسع وارى الوصول. هنا مشاهدينا الكرام من تاسع المراكز في هذه اللحظات من وصل النداوي عبد الله بن حمد بن وقاش العامري وصل في هذا الانطلاق. هكذا النداء الاول مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمه اذعناها كامله مكمله. نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول من يسيطر في مقدمه الشوط ومع المسار الاول. هنا ينطلق الشبل 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 مع المقدمه عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. المركز الثاني يرافق الشبل هنا مع هذا المسار مع هذا الانطلاق لهذا الشوط. ياتينا هملول فيصل بن عبد الله الفهيد المري يقدم هملول من ياتي مع المركز الثاني. المركز الثالث يحمل الرقم 1 السيف. هنا يتقدم مشاهدينا الكرام حمدان بن محمد بن حمد العامري وصل هنا السيف ورافق مشاهدينا الكرام رافق الشبل في هذا الانطلاق ورافق هملول على الصداره. المركز الرابع ياتي شاهين احمد بن سعيد بن رخيت الراشدي مع المركز الرابع. المركز الخامس الحنيش تعود الملكيه صقر بن عوض بن فلاقي الكتبي هنا يتقدم بهذا المسار ويقدم لنا الحنيش وصول وانطلاق من الهدار علي بن حمد بن محمد المري وصل مع المركز السادس. المركز السابع يتقدم شاهين مسلم بن سعيد بن حمد المنصوري. ثامن المراكز غيار بيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز مشاهدينا الكرام اللي هو مياس عبد الله بن علي بن بخيت النيادي النداوي يتقدم عبد الله بن حمد بن وقاش العامري. هكذا النداء هكذا النداء لهذا الشوط ولهذا المسار والانطلاق. يا سلام. نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوط. الشبل منذ انطلاقه الشوط 2 كيلو ونصف الكيلو الذي يفصلنا عن خط النهايه وعن الفوز والناموس وعن الانتصار بهذا الشوط. الفوز والناموس طعمه غير في عاصمه الميادين ميدان الوثبه وعبر قناه ابو ظبي الرياضيه التابعه والناقل لهذا الحدث. من هنا المقدمه والصداره الشبل 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 مع القياده عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي مع مقدمه الشوط ما زال مسيطر هنا ويقدم لنا الشبل. هنا يتقدم
ابو سيف عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. هملول هملول مع المركز الثاني فيصل بن عبد الله الفهيده المري، ولكن السيف السيف في ثالث المراكز. يا سلام حمدان بن محمد بن حمد العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع الحنيش صقر بن عوض بن فلق الاكتبي. يا سلام، ولكن القادم من شاهين وصل احمد بن سعيد بن مخيت الراشدي يغير هنا وينطلق مع المركز الرابع، وايضا يتقدم شاهين مسلم بن سعيد بن حمد المنصوري، وايضا هنا مياز عبد الله بن علي بن مخيت النيادي. الكل بدا ينطلق، الكل يبي الفوز، الكل باحث عن الناموس في هذا الصباح. نعود مع البداية، نعود مع الشبل، ما سلم المهم الشبل، يبي الفوز لحاله، يبي الناموس والانتصار. أن يهديه مالكم مشاهدين الكرام لعبد الله بن سيف بن شوط الخيلي، هو مسيطر مع مقدمة الشوط، ما زال يسيطر مع البداية مع الانطلاق الأول والكيلو ونصف الكيلو الذي ما تبقى عن خط النهاية، الذي ما تبقى عن الناموس. وما زال الشبل، الشبل مشاهدين الكرام، هذا الشبل من ذاك الأسد عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي، هو في مقدمة الشوط. شعار مياس، من قدم لنا مياس في هذا الصباح ونال شرف الناموس يوم الأمس مشاهدين الكرام، قدم لنا مياس في سن اللقاية، يقدم لنا في سن الإذاعة الشبل عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي. يا سلام، ما زال مسيطر في مقدمة الشوط، ولكن من اللي واصل؟ هملول مع المركز الثاني. هملول هملول لفيصل بن عبد الله الفهيدة المري، ولكن التحركات من مياس، وصل مياس عبد الله بن علي بن مخيت النيادي القادم. السيف حمدان بن محمد بن حمد العامري الواصل اللي هو شاهين احمد بن سعيد بن مخيت الراشدي. نعود مع البدايه، نعود مع الرقص، نعود مع الانطلاق. المسار يا سلام، ما تبقى الا القليل عن ناموس هذا الشوط، عن الفوز والانتصار. الشبل ما زال مسيطر، يكمل المسار، مسار الفوز، مسار الناموس يا عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي. ولكن هملول هملول يا هملول، فيصل بن عبد الله الفهيده المري، وايضا مياس عبد الله بن علي بن بخيت النيادي. السيف قادم، حمدان بن محمد بن حمد العامري. يا سلام، نعود مع الشبل، غادر الشبل، بدا يغادر، بدا يعلن مغادرته، بدا يعلن حضوره لناموس هذا الشوط. لمشاهدينا الكرام، ان يهديه عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي كما اهداه مياس الفوز والناموس في صباح الامس، يهديه في صباح اليوم الشبل. السلام يا ابو سمره ميدان، ابو سمره مشاهدينا الكرام، واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والابداع والانتصار. غادر الشبل اسم على المسمى، تهانينا لعبد الله بن سيف بن شوط الخيلي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والابداع والانتصار. من قدم لنا الشبل في هذا الصباح، تهانينا والناموس. المركز الثاني مياس عبد الله بن علي بن مخيت النيادي، المركز الثالث سيف حمدان بن محمد بن حمد العامري، المركز الرابع هملول فيصل بن عبد الله الفهيد المري، والمركز الخامس الهداء علي بن حمد بن محمد المري. هكذا النداء للمراكز المتقدمة، ولكن الفوز والانتصار لمن يستحقه، مالك الشبل عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي. وفي انتظار توقيت زمنه مشاهدي الكرام، توقيت الزمني من المسافة المعتادة مشاهدينا الكرام والمقررة هي المسافة 6 كيلومتر. تهانينا والناموس لمالك الشبل عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي، قطع المسافة 6 كيلومتر في زمن وقدره. تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام، 9 دقائق 37 أو 38 ثانية وفاء وتماما. تهانينا وناموس لمالك الشبل عبد الله بن سيف بن شوط الخيلي، المركز الثاني. من قدم لنا مشاهدينا الكرام مياس، تهانينا وناموس لمالك مياس، 9 دقائق 41 ثانية 7 من الأجزاء. عبد الله بن علي بن مخيت النيادي المركز الثالث. وصل مشاهدينا الكرام السيف حمدان بن محمد بن حمد العامري، واستطاع ان ينال المركز الثالث، 9 دقائق 42 ثانية 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط.